مجموعة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذا الملف. الأخبار الاقتصادية برعاية شركة كمران للصناعة والاستثمار. جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم 950 بقيمة 180 مليار و405 ملايين و10 آلاف ريال للأجل 391 و182 و364 يوما. وأوضح بيان صادر عن البنك أن معدل الفائدة للأجل الثلاثة بلغ 16.57% و15.83% و15.83% على التوالي. أكد تقرير صادر عن المركز اليمني لحقوق الإنسان أن العدوان السعودي الأمريكي دمر 346,103 منزل ومبنى سكنية و603 مخزن غذاء و167 خزان لمياه الشرب وثمان صوامع غلال و815 ناقلة محملة بالغذاء والوقود. وفقا للتقرير تسبب طيران التحالف في تدمير نحو 258 مرفقا صحيا ومستشفى و810 مدرسة و41 جامعة و223 منشأة صناعية و113 منشأة وشبكة اتصالات و147 شبكات كهرباء و271 محطة وقود و212 ناقلة نفط و53 منشأة رياضية و28 مطار وميناء و685 طريقا وجسر و710 مؤسسة إعلامية و73 مبنى وموقع أثري و149 موقعا سياحيا. جدد مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي في اليمن التحذير من مخاطر الوضع الراهن للجراد الصحراوي خلال الموسم الجاري وما قد تسببه هذه الآفة من أضرار وخسائر على الثروة الزراعية والأمن الغذائي. وكشف المركز عن ظهور عدة إصابات بمجاميع حوريات الجراد في محافظة مأرب ومديرية خولان وجوحانة بمحافظة صنعاء خلال شهري مايو ويونيو. وأكد أن وضع الجراد يتجه نحو المنحنى الصعب الذي ينذر بمواجهة مشكلة حقيقية ستلحق الثروة الزراعية في العديد من المناطق الزراعية في البلاد خسائرا فادحة. أجمعت صناعة سيارة الألمانية على أن الخروج المحتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تبعات كبيرة على قطاع صناعة السيارات الألمانية الذي يعد العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا وسيتكبد خسائر فادحة. وقال اتحاد صناعة السيارات الألمانية VDA في تقرير في أنه في حال صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي فإن ذلك سيؤثر سلبا على أداء مجموعتي دايملر وفلوكسفاغن. وأضافت أن المجموعة الألمانية الثالثة BMW ستكون الأكثر تضررا لأنها تنتج على الأراضي البريطانية من خلال الشركتين التابعتين لها ميني ورولز رويس. هبط الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين اليوم ونزل الذهب في المعاملات الفورية 11% إلى 1265.30 دولار للأوقية بعدما بلغ أدنى مستوى منذ 9 من يونيو عند 1260.36 دولار للأوقية متأثرا باستفتاء البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.